أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من محافظة القليوبية وبالتحديد من مدينة العبور. هذه المدينة التي تشهد خلال هذه الفترة عددا من المشروعات على كافة الأصعدة. قمنا بجولة هنا في هذه المدينة لرصد أبرز المشاريع التي تشهدها هذه المدينة خلال هذه الفترة، وسنحاول مع حضراتكم خلال الدقائق القادمة ومن خلال هذه المقابلة الخاصة أن نسلط الضوء على هذه المشروعات. ويشرفنا أن نلتقي مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز مع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور. باشمهندس، برحب بحضرتك بداية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك في مدينة العبور عروس المدن الجديدة. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة كنا نتجول مع حضرتك في عدد من المشروعات هنا. خلينا نبدأ كلامنا الحقيقة في محطة مياه كبيرة جدا بتغذي خمس مدن تقريبا محيطة بالعبور، ولكن خلال هذه الأيام بتشهد تطوير وبتشهد إنشاء محطة رفع جديدة. ماذا عن هذه المحطة وكيف ستفيد المواطنين هنا في العبور تقديم الخدمة الأفضل خلال المرحلة القادمة؟ هي مدينة العبور بتتميز بتغيير كبير في المناسيب جوه المدينة. فبعض قطع الأراضي اللي موجودة على تباب جوه المدينة أو في أماكن مرتفعة كان في الصيف بيحصل لهم بعض المشاكل نتيجة انخفاض الضغوط بالشبكات المياه الخاصة بيهم. كان لازم جهاز المدينة يواكب المشكلة ديت ويجد لها حل. بناء عليه خدنا موافقة السلطة المختصة وبننفذ حاليا رافع جديد داخل محطة مياه العبور، المحطة الرئيسية المليونية، محطة بتطلع تقريبا مليون متر مكعب يوم. المحطة بالرافع اللي بنعمله فيها هيبقى رافع بحدود ال 40 مليون جنيه، مكون من 6 ترمبات رافع بننفذ منه المرحلة الأولى حاليا من الترمبات، 3 ترمبات، 2 رئيسيين في الخدمة، واحد ترومبا احتياطي. الترومبا تقريبا في حدود 450 لتر ثانيه. الروافع الاضافيه دي ان شاء الله روافع هتركب مستقبلا لتغذيه المدن وزياده الضغوط في المدن المحيطه بينا سواء كانت الشروق او مدينه بدر او العبور الجديده. احب بس انوه ان المحطه برضو بتغذي التجمع القاهرة الجديدة وبتغذي الهايك ستيب وبتغذي مدينة العبور. نعم، متى من المفترض أن يعني يتم الانتهاء من هذا المشروع باشمهندس؟ إن شاء الله أوائل العام القادم إنشاء الرافع هيكون دخل الخدمة ومش هنواجه أي مشاكل في المياه داخل مدينة العبور خلال العام القادم إن شاء الله. عاوز أقول بس إن إحنا برضو من ضمن أعمال تدعيم البنية الأساسية إحنا بننفذ رافع صرف صحي موجود في حدود ال 75 مليون جنيه، هياخد الصرف الخاص بالمنطقه الصناعيه ب وجيم والصرف الخاص بدار مصر لطردهم داخل محطه الجبل الاصفر مباشره ان شاء الله، وده هياثر تاثير كبير جدا في التصدي للتغير المناخي وزياده نسبه الامطار خلال الفتره القادمه في السجاد القادم ان شاء الله. اللافت للنظر من الاسم للمشروع القادم البديل الحضاري للباعة الجائلين، حضراتكم قمتم بإنشاء هذا المشروع وهو على مقربة ان هو يبدأ لتجميع الباعة الجائلين في مكان يعني يليق بالمواطن المصري في ظل حياة كريمة بالتأكيد. ماذا عن هذا المشروع وبنتكلم على سوق مخصص تقريبا مساحته قد ايه يا باشمهندس وهيضم كام بائع وازاي شفت ردود الفعل من الباعة الجائلين هنا في مدينة العبور؟ هو طبعا جهاز مدينة العبور دائم القيام بحملات للتصدي للباعة الجائلين سواء كان نهارا او مساء، بس هو بيواجه الظاهرة دي. كان لازم يوفر بديل كويس، بديل حضاري، بديل يليق بمدينة جديدة تتبع وزارة الإسكان. كان التوجه بتاعنا بناء على تعليمات السلطة المختصة عندنا نحن نكون عندنا بديل حضاري. خدنا موافقات وانتهينا من التخطيط الخاص بيها وحاليا بننفذ السوق. السوق ده عبارة عن جمالون كبير مصور مقفول على مساحة تقريبا 2500 متر، هيكون فيه 85 باكية ل 85 بائع متجول. البائع المتجول لوحده بيخدم معاه 2 3 كمان معاه في الباكية، هيكون إيجار الباكية إيجار رمزي، حاجة ضعيفة تتناسب مع دخول مقدرات البائع الجائلين. هنتكلم في جنيهات يعني في اليوم يعني. تقريبا جنيهات في حدود من 15 ل 20 جنيه للباكية في اليوم إن شاء الله، بالإضافة طبعا إن إحنا قسمناه أقسام خاصة باللحوم والدواجن
والأسماك، أقسام خاصة بتجزئة الخضار، أقسام خاصة بتجزئة الفاكهة، وأقسام خاصة متنوعات للسلع المتنوعة عموما. عايز أنوه بس إن السودة سيدار تماما تحت قيادة الجهاز، بإدارة الجهاز، بأمن الجهاز. إحنا المسؤولين عن نظافته، المسؤولين عن متابعته، إحنا المسؤولين عن توفير البركات الخاصة به وأماكن انتظار ملائمة تستوعب الحركة الترددية للسادة المرتدين، سواء كان السوق نفسه أو المناطق الخدمية اللي حواليه. التجميعة دي كلها هي بتسهل كمان على المواطن اللي جاي يشتري. المشاريع لم تنتهي هنا بشمهندس، ومشاريع الطرق أيضا هي حاضرة وموجودة في مدينة العبور، ويمكن كنا قبل قليل تفقدنا المحور الخاص، المحور الغربي هنا في العبور. ده طوله قد إيه بشمهندس، وهيخدم اللي جاي واللي رايح من اللي فين بإذن الله من المحافظات؟ محور الغربي ده محور طوله تقريبا 10 كيلو بتكلفة تقريبا 135 مليون جنيه. المحور ده بيربط المحور اللي ورانا ده اللي هو محور العبور الرئيسي، بيربطه بالمنطقة الصناعية، وبيربطه بالحي الترفيهي والحي التاسع، بالإضافة كمان هو بيربط حي السلام بالمحور الرئيسي، وبيربط طريق الإسماعيلية معانا. الطريق اتجاهين، كل اتجاه في حدود 3 حارات. انتهينا تقريبا من 6 كيلو من الطريق، وحاليا بننفذ 4 كيلو انشاء جديد، ومتوقع ان شاء الله قبل منتصف العام القادم يكون انتهينا من تنفيذ الطريق ان شاء الله. اخيرا هنختم من الصوره الجماليه اللي احنا شفناها وموجودين وبنتكلم مع حضراتكم خلالها مشاهدينا الكرام، المسطحات الخضراء وعمليات التجميل في عدد من الميادين والشوارع هنا داخل مدينه العبور. ماذا عن ابرز الاماكن اللي شهدت يعني هذا التطوير؟ ومن اللافت للنظر كمان مش بس المدن والطريق الرئيسي، ولكن كمان اسكان الشباب اللي يعني موجود منذ سنوات ماضيه، ولكن بيشهد تطوير واهتمام ايضا في ظل يعني الفتره الحاليه. لو حضرتك هتحدثنا على التجميل اللي بتشهده مدينه العبور خلال هذه الفتره. زي ما بنعمل محاور ونرفع كفاءه الاحياء القديمه الموجوده عندنا، عندنا الحي الثامن من الاحياء القديمه اللي فيه الاسكان القومي، حاليا بنعمل عمل رفع كفاءه للطرق بالكامل داخل الحي والمسطحات واللاندسكيب الخاص بيه. برضو المنظر الميادين الخاصه بالمدينه بتمثل وجهه المدينة، لازم الزائر اللي داخل مدينة العبور يشوف منظر كويس، ياخد انطباع ممتاز عن مدينة العبور، المدينة الجديدة، المدينة عروس المدن. انتهينا من تجميل المدخل الرئيسي بطريق البيس، انتهينا من تجميل ميدان الشباب، انتهينا من تجميل ميدان الحي الأول ميدان السادات، حاليا بنجمل ميدان أحمد عرابي اللي هو ورانا عضو ده من أكبر الميادين الموجودة حاليا، بنجمل ميدان أحمد جمال عبد الناصر بالمحور الرئيسي، وهنعمل ان شاء الله في نافوره بنرفع كفاءه النافوره بحيث نبقى من اكبر النوافير الموجوده في المدن الجديده ان شاء الله، متوقع ننتهي منه بقريب العادل. احنا حاليا بقى بس احب انبه سيادتك، احنا ورانا على طول بننفذ تراك عجل في الاطار مبادره رئيس الجمهوريه لتشجيع الرياضه وممارسه الرياضه، فبنعمل تراك وممشى في نفس الوقت بعرض 4 متر بطول 4 كيلو، هيبقى مجهز بأماكن انتظار، مجهز بالإنارة اللازمة لتأمينه ليلا، هيبقى تحت إدارة الجهاز برضو وتأمن الجهاز، بننفذ فيه جيم مفتوح إن شاء الله، وتعقدنا على المهمات الموجودة وقريبا هيبدأ التشغيل بإذن الله. كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله يا باشمهندس خلال الفترة القادمة. نورتونا وشرفتونا يا فندم. إذن مشاهدينا الكرام الشكر موصول أيضا لحضراتكم على حسن وطيب المتابعة. كنا مع حضراتكم من هنا من مدينة العبور بمحافظة القليوبية، حاولنا أن نرصد لحضراتكم جزء من المشروعات التي تشهدها هذه المدينة خلال هذه الفترة، وقمنا بجولة بالتأكيد متحدثا معنا السيد رئيس جهاز مدينة العبور المهندس عبد الرؤوف الغيطي. شكرا لكم على المتابعة، والآن عودة مرة أخرى إلى الزملاء في الاستوديو.